عودي معكم لمتابعة صباح اليوم لليوم الجمعة، وضيف اليوم طبعا صاحب شركة مروى جروب للإنتاج الدرامي الأستاذ مروان حداد. أستاذ مروان صباح الخير. صباح النور جورج، كيفك؟ الحمد لله، والله اشتقنا لك كثير أول شيء، لنا زمان ما شفناك لأنه كنا بالحجر. يعطيك ألف عافية، وبعرف قد إيه أنت إنسان دينامو، يعني إنسان بتحب على طول تضلك بالشغل، يعني حتى الكورونا ما وقفت بوجهك، حتى ما في شيء وقف بوجهك، قدرت تعمل مسلسل هيك سيت كوم كثير مهضوم من 10 دقائق مع نور ومع يعني كانوا كابل كثير مهضومين شفناهم على تشانل يوتيوب مروى جروب. يعني مثل ما بيقولوا كنت في مثل قديم بيقول الحاجة أم الاختراع. نعم، قمت أنا قلت لهم إنه الزهق هو بي الاختراع. نعم، فلما كنا قاعدين وكورونا مثل ما بيقولوا ربطتنا وكنا عم نصور أكثر من مسلسل واضطرينا نوقف، فقعدنا فترة ما عملنا شيء. شوي صرت فكر إنه شو فيني أعمل بطريقة إنه ما يكون عندي إذا بدك كرو كتير كبير وأقدر أتحرك وما يكون في لوكيشنات كبيرة. ومن زمان عندي هاي الفكرة إنه الأونلاين يوما ما هو اللي بده يصير مطرح التلفزيون. لصباح الله بعدنا مبلشين مروان. بعدنا مبلشين لصباح الله خي شو بك؟ لا عم نحكي كدراما 10 15 سنة، ما تخاف أبو الزول. في وقت يعني بتكون مشي لحالك. ليك صديقي سؤال يعني بيطرح نفسه، طب هيدا الست كوم العشر دقايق انعرض على تشانل مروى جروب، وكان انا شفت منه كذا حلقه، كان تصويره برو، كان اخراجه برو، ممثلين كتير لذيذين، القصص حلوه من الحياه اليوميه، ليش ما انعرض على تلفزيونات محليه؟ لانه بصراحه لمن انعمل اذا بدك كانت التلفزيونات برمجت وخلصت، وما بيمنع انه قريبا تشوفوه على تي في معين. يعني قريبا نشوفه على تي في معين. ان شاء الله كثير ميل لانه بينشاف. طب هلا شو عم بصير؟ شو عم نحضر؟ اذا بدك ست، يعني هو مثل سيت كوم بس حوالي 10 12 دقيقه. نعم، وممكن قبل نشره الاخبار يعمل نتيجه جيده جدا بالتي في. نعم، طب هيدي اول سنه بعد سنوات عديده بتغيب مروى جروب عن الشاشات المحليه، ليه؟ طبعا انه بالنهايه كورونا، انت بتعرف تماما انه ما باليد حيله، مش انا بس، انتاجات كتير كبيره توقفت لانه ما قدرت تكفي التصويره. نحن اليوم مثل ما بيقولوا اول مره، مش بس انه ما بكون على الدراما، اول مره بيمروا علينا السنه مثل السنه، انت بتعرف يعني قد ايه على فيقنا وعلى حتى اللي بخبرونا بياتنا وجدودنا، ما بتخيل مرق علينا سنه مثل هالسنه، ف اضطرينا اذا بدك نتاقلم معها. بس هيدا السبب؟ ان شاء الله تقطع على خير ونرجع الى قواعدنا سالمين قريبا. طب مروان حداد ومروى جروب ما عندها شيء جاهز؟ كان معقول اكيد عندك شيء عرف، كان بس هيدا السبب، سبب الكورونا ما قدرت تكفي تصوير اللي كان عم يتصور، ما كان في شيء جاهز ينعرض؟ ايه بصراحه انا كنت بعز، انا كنت عم صور وبلشت الكورونا. نعم، وبعدين خفنا شوي، وقفنا قبل ما تبلش التعبئة العامة بشي 5 أيام. نعم، قلنا لنشوف الوضع، وكنا نحن ببريك، يعني كنا خلصنا اللوكيشن وبدنا نفوت بلوكيشن تاني، وطلعت التعبئة، وبعد التعبئة صرنا نقول يلا مننطر جمعة ومننطر جمعتين، وصارت تكبر الشغلة واضطرينا. ومثل ما قلت لك يعني انه اليوم مش انا وحدي، يعني انت كنت شايف انه رمضان اليوم السنه كان على الشاشات، انا سميته ميني رمضان، يعني ما كان في رمضان ما كان في منافسه، ما كان في مسلسلات كثير عددها كثير كبير، كل المسلسلات اللي انعرضت اذا بدك كانت جاهزه هي ومصوره قبل الكورونا. يمكن بس بعتقد مسلسل واحد يلي هو اولاد ادم هو يلي كان مصور لرمضان وطلع على الشاشات اللبنانيه، باقي ما تبقى كله كان مصور قبل. نعم، كله كان محضر لينعرض اذا بدك باكتوبر، بس الاحداث بس اللي صارت خلته. لا بس مروان انا بدي اكون حقيقي، لما نقشت الكورونا. نعم، عرضوه.
بدي يكون حقيقي. لا، في مسلسلات كانت جاهزة وتكملت بخطرة الكورونا وما انعرضت على الشاشات اللبنانية، منها مسلسل أنا كنت موجود فيه اشتروه محطات عربية اللي هو لو ما التقينا مع شركة جولد فيلمز. إيه أنتوا لو ما التقينا أنتوا قبل الكورونا بعتقد. خلص لا يعني كنا عم نخلص بفترة ما بلشت الكورونا. بس إنه يعني بس إنه إنه كنتوا خلصين الجزء الأكبر يعني. نعم، بس هيدا السبب على المحطات المحلية إنه ما يخسر المسلسلات ولا في سبب مادي بسبب الكورونا. نعم. يعني انتبه، حتى التلفزيون كان عنده مشكلة، مشكلة إعلانات. حتى إذا بتفوت على كل التلفزيونات كان عندهم مشكلة بالإعلانات، لأنه بالنهاية التلفزيونات بدها تبيع إعلان لحتى تعرض لك مسلسل دراما، لأنه مسلسل غالي. وبالتالي الكورونا كمان خففت الإعلانات على كل الشاشات، وبالتالي حتى التلفزيونات اضطرت تتقشف وتروح على مطارح إذا بدك ما تكلفها كتير إنتاجاتها. نعم. مروان عندك أفضلية لمحطة محلية عن محطة؟ عندك فيتو عن محطة؟ عندك علي شوي صوتك جوزيف لأنه بعيد. يلا أنا عم صرخ، عم بقول عندك أفضلية محطة عن محطة محلية ولا الكلهم مثل بعضهم؟ لأنه مؤخرا كنت عم اشتغل فقط مع الجديد. يمكن من عندك الصوت مروان. ايه هلا عم بسمعك. ايه عم بقول عندك افضليه من محطه محطه عن محطه ولا كلهم مثل بعضهم؟ مؤخرا كنت فقط لا لا كل المحطات لا. اليوم اليوم في عندك ثلاث شاشات. نعم. هن معروفين صاروا. هن اليوم يلي عم يتقاسموا اذا بدك الحضور. نعم. يلي عم يتقاسموا الريتنج مثل ما بنسميه، وبالتالي حيلا مسلسل بتحطه على شاشه من هالثلاث شاشات عنده الحظوظ ذاتها انه ينجح او يفشل. طب اذا بدي احكي عن رمضان الماضي والباشا يلي جاب اعلى نسبه مشاهده بكل لا. المسلسلات يلي انعرضت على كل الشاشات بتصور اللي كان هو على على الجديد، ليش ما كان في الجرأه ينعمل الجزء الثالث مع انه كان ناجح وكان ممكن يكون يجيب مدخول للمحطه يلي هي انت بتعرف جوزيف انه نحن حضرنا كل الاشياء كانت لوجستيه كانت جاهزة لنفوت بالباشا بالجزء الثالث وأنت هالمرة مشارك فيه. نعم. ولكن ظروف إذا بدك قبل الكورونا كان في عنا شوية ظروف اقتصادية لما إذا بدك بلشت الانتفاضة ب 17 تشرين تأثر الوضع نوعا ما، وبالتالي صار في تغييرات على صعيد الحركة الاقتصادية وهالشي خلينا انه نأجله. فما انتهى يعني بعد الباشا ثلاثة بعده موجود. نعم. وراح تشوفوه وان شاء الله اذا سمحت لنا الظروف السنة بتشوفوه برمضان اللي جاي ان شاء الله. وما ننسى انه رمضان هلأ صار كتير قريب، يعني بتخلص الصيفية بننزل من الصيف مثل ما بيقولوا بالزبنات، بتخلص بننزل بنطلع على الجبل بننزل من الجبل يعني بلش تحضير رمضان. بلش تحضير لرمضان. عم تقدر توصل لمصرياتك لتدفع الانتاجات اللي عليك انت وعم تصور؟ لانه قريبا رح تكمل تصوير كمان مسلسل غيرت له اسمه، لما نعرف ليه غيرت له اسمه. ليك بدي اقول لك شغله، الظرف اليوم على الجميع، نحن نعيش ظروف استثنائيه اقتصاديه، البلد عم بمر بمخاض كثير كثير عسير، بدنا كلنا نتأقلم فيه، بدنا كلنا نطول بالنا على بعضنا لحتى نقدر نستمر. كتير هينة إذا بدك مثل ما بيقولوا كلنا نفوت ببعضنا وكلنا نفلس بعضنا، ولكن هالشي ما بودينا ولا للمطرح إلا على الخراب. وبالتالي اليوم نحن عايشين ظرف بدنا نتأقلم فيه. بدنا نعرف كلنا إنه أي تسرع، أي دعسة ناقصة، أي خطوة غير مدروسة ممكن تخدنا على مطرح منه أبداً أبداً لصالح حدا. وبالتالي مشان هيك نحن اليوم إذا بدك لازم كلنا نقعد مع بعضنا ونلاقي حلول مثل ما بيقولوا لحتى نقطع هاي الفترة الصعبة يلي عم نمر فيها. مروان، استاذ مروان انا بدي اتشكرك، يعني كان بعد بدي احكي اكثر عن مستقبل الدراما اللبنانيه، بس ان شاء الله يكون مستقبلها زاهر، لانه مؤخرا كانت نقطه فارقه بالعالم العربي وعم ينعرضوا المسلسلات المحليه على كل محطات العربيه. شكرا لك. الدراما اللبنانيه بس بدي اقول لك اخر شيء، الدراما اللبنانيه بالف خير. بس ناقصها شغله واحده هو القرار،
بس نعم. يتخذ القرار بالعالم العربي انه نحن صار بدنا دراما لبنانيه نعم. الدراما جاهزه ان شاء الله يا رب. مش عندنا القصه عند اصحاب القرار. نعم بالتوفيق لك استاذ مروان ولا مروه جروب. نحن وياكم رح نشوف هالروبورتاج وشوفوا معنا استاذ مروان.